بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء 11 من شهر جماد الآخرة سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد مجلسنا هذا 12 من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ومدارستنا في مجلس الليلة بعون الله نتناول فيه بابي السواك والمسح على الخفين، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الشارح رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه. هذا أول أحاديث باب السواك، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور، وهو أشهر أحاديث السواك ومن أصحها لتخريج الشيخين للحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال المنذري: وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري مع كل صلاة. وهذا الحديث مع شرح المصنف الآتي يدل على جملة من المسائل المتعلقة بأحكام السواك ومشروعيته والأوقات التي ارتبطت بها هذه العبادة العظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها: استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب، ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. هذه أشهر المسائل الأصولية التي يستدل بهذا الحديث عليها، النزاع الأصولي: هل الأمر يدل على الوجوب وفي غيره بالقرينة، أم الأمر يدل في الأصل على الاستحباب وفي غيره بقرينة؟ جل الأصوليين وأكثرهم، وهو الراجح، أن دلالة الأمر حيث أطلقت فإنها محمولة على الوجوب. ومن أدلة الجمهور على هذه المسألة هذا الحديث، فإنهم يقولون: حيث أطلق الأمر ينصرف في دلالته على الحكم إلى الوجوب. يستدلون بأدلة، منها قوله تعالى في آخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: انظر كيف رتب الوعيد على مخالفة الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: هذا عقوبة من خالف الأمر، وهذا لا يكون إلا للوجوب، فدل على أن الأمر حيث ورد في الشريعة محمول على الوجوب. ومن الأدلة التي استدلوا بها على أن الأمر يحمل على الوجوب هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن أمر أو لم يأمر؟ لم يأمر، ولو أمر لكان ذلك موجبا وملزما، وهو الذي سيكون فيه مشقة خشيها صلى الله عليه وسلم على الأمة.
فإذا لما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل مع كل صلاة، فإذا لما قال لولا وهذا حرف امتناع كما قال الشارح رحمه الله تعالى لولا، فإذا هذا الحديث بلفظه أنه لو لم يكن هذا الأمر لو لم تكن المشقة لأمرتهم، فدل ذلك على أنه امتنع صلى الله عليه وسلم عن أمر الأمة، وقد ثبت بأدلة أخرى استحباب السواك، ففهمنا أن الأمر الذي امتنع منه صلى الله عليه وسلم هو أمر الإيجاب، فمن هنا قالوا الأمر إذا أطلق يدل على الوجوب، ويدل على ذلك ما أخرج المحدثون في روايات هذا الحديث كما عند الحاكم من حديث العباس لفرضت عليهم السواك لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك، فدل على أن الأمر في ذلك اللفظ يقابل الفرض في غيره، فهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله إنه من أجهر مسائل الأصول التي يستدل بها يستدل عليها بهذا الحديث، ويستدل بالحديث على مسائل أصولية أخرى يأتي ذكرها مع نهاية كلام الشارح رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني، السواك مستحب في حالات متعددة، منها ما دل عليه هذا الحديث وهو القيام إلى الصلاة، والسر فيه أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة، وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك. هذه المسألة الثانية في كلام المصنف رحمه الله، استحباب السواك ثبت في الشريعة في حالات، وهذا الحديث ذكر إحدى تلك الحالات التي يستحب فيها استعمال السواك. أي حالة؟ عند القيام للصلاة. فلما تطرق إليها المصنف توجه رحمه الله إلى توجيه وتعليل استحباب السواك في هذا الموضع من المواضع التي يستحب فيها السواك، وذكر لذلك حكمتين أو علتين، إحداهما أن الصلاة عبادة، والمشروع في أحوال العبادة ومقاماتها إظهار ما يليق بها من تعظيم الله أدباً وإجلالاً وخضوعاً، والسواك من مظاهر ذلك المطلوب. قال: القيام إلى الصلاة، والسر فيه أننا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حال كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة، ولذلك أيضاً أمرنا بأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نفس المحنة إظهاراً لشرف العبادة. جاء النهي عمن أكل الثوم أو البصل أو الكراث من قربان المساجد للمعنى الثاني الذي ذكره المصنف، وهي الحكمة الأخرى، وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك. قد قيل إشارة إلى ما أخرج البزار من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. الحديث الذي أخرجه البزار وقال المنذري، رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وروى ابن ماجة بعضه موقوفا ولعله أشبه، يعني لعل الموقوف من أثر علي أشبه بالمرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: وقد قيل، إشارة إلى أن التعليل لا يجزم فيه بصحة الرواية المرفوعة. فهاتان علتان مذكورتان يشهد للأولى منهما عموم الأمر بالزينة عند القيام إلى الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بها الصلوات.
ويشهد للمعنى الثاني من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا هذا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول الصنعاني رحمه الله: ولا يبعد أن السر في ذلك مجموع الأمرين المذكورين وغيرهما مما صرحت به الأحاديث، وذكر أربعة أمور أخرى سوى الأمرين المذكورين في كلام تقي الدين رحمه الله. قال: منها أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذان معنيان وردا في الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عن الجميع، وكذلك أخرجه بعضهم من حديث عائشة. مطهرة للفم، فهذه حكمة، فالسواك عند الصلاة يكون مطهرة للفم. وحكمة الرابعة إرضاء الرب، ولو لم يأتي هذا مرفوعا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أحد الحكم به والجزم به. المعنى الثالث أنه من سنن المرسلين، وهذا أيضا معنى جليل، يقتفي فيه المستاك بسنن الأنبياء والمرسلين لما في حديث أبي أيوب عند الترمذي وحسنه وقال غريب. والمعنى الرابع أن الصلاة بالسواك تفضل على الصلاة بغير سواك بروايات متعددة، منها 70 ضعفا، أخرج ذلك أحمد والبزار وأبو يعيا وابن خزيمة. وإن قال: في القلب من هذا الخبر شيء، يشير إلى تدليس محمد بن إسحاق فإنه لم يسمع الحديث من ابن شهاب، وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم. وعلى كل حال، فالحديث هذا في تضعيف الصلاة بالسواك وإن لم يجزم بصحته، لكن يشهد له حديث جابر: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك، أخرجه أبو نعيم بإسناد حسن. فهذه 4 حكم تضاف إلى المعنيين أو الحكمتين اللتين أشار إليهما الشارح، وفيها دلالة على عظم شأن السواك ومنزلة هذه السنة التي بات يزهد فيها كثير من الناس، إما لعدم حرص عليها أو التفات إليها واهتمام. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافلة باستعمال السواك، وهذا الباب فيه بعض الأدلة على ذلك، وسيمر بكم في آخر الباب ما يؤكد العناية النبوية بشأن السواك. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أحرى بأن تكون حريصة على سنن نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر السواك حتى خشيت أن ينزل فيه قرآن، أخرجه أبو يعلى. وأخرج أيضا أحمد في مسنده وأبو يعلى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أن ينزل علي فيه قرآن أو وحي. وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. فهذا الدلالة، هذه الدلائل وغيرها من الأحاديث المجموعة الكثيرة، جعلت بعض أهل العلم يفرد السواك بالمصنفات جمعا للأحاديث الواردة فيه وتبويبا لها وذكرا لأحكام السواك ومواضع السواك وبعض المسائل والأداب المتعلقة بالسواك، فألفوا في ذلك مصنفات، كان من أوائلها رسالة للإمام أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله وسماها السواك، وألف أبو شامة المقدسي السواك وما أشبه ذلك، وألف أيضا الإمام السفاريني الحنبلي بغية النساك في فضل السواك. فهذا كله عناية بما حفلت به السنة المرفوعة والمأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأن السواك. فالحديث الباب كما سمعتم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وسيأتي حديث المصنف على الفوائد المتعلقة به. لفظ الحديث كما سمعتم عند كل صلاة، وورد أيضا في عند ابن حبان: مع الوضوء عند كل صلاة. وسمعت الآن في كلام المصنف أن هذا من مواضع استحباب استعمال السواك، متى؟ الصلاة. فهل هو ارتباط بين الوضوء والصلاة؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، أن المقصود باستعمال السواك عند الصلاة هو وقت الوضوء، لأن الوضوء تقدمة للصلاة.
أخرج أحمد وابن خزيمة لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ولفظ ابن حبان كما سمعت مع الوضوء عند كل صلاة. قالوا فألفاظ السواك المرتبطة بالصلاة جاءت مرتبطة بالوضوء أيضا. وأخرج أيضا الطبراني مثله من حديث علي رضي الله عنه. فالمقصود من السواك تطهير الفم للصلاة، وهذا يحصل عند الوضوء، فمن تسوك عند الوضوء فقد استاك للصلاة، فهل يشرع له بعد الوضوء إذا وقف في الصف أن يستاك؟ قال بعض أهل العلم لو لم يتسوك قبل الصلاة عند الوضوء يشرع له ذلك، أو إن كان قد صلى بطهارة سابقة فإنه يكتفي بالسواك الأول. ومع ذلك فالظاهر الذي دلت عليه الأحاديث أنهما موضعان مشروعان للسواك، عند الوضوء وعند القيام إلى الصلاة، وخلافا لمذهب مالك رحمه الله الذي لا يستحبون فيه التسوك في المسجد عند الصلاة لعلة ذكرت، وهي خشية تأذي المصلي بالسواك وهو في المسجد، فربما أدى إلى دم يخرج من فمه، فدرءا لذلك يتسوك عند الوضوء لا عند الصلاة. وحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، أخرجه ابن ماجه والنسائي، فظاهره أنه سواك لم يقارب الوضوء لأنه كان بعد تمام الصلاة وليس قبلها. وقد أخرج بعض أهل السنن حديثا مثله. والثابت أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ لكل صلاة، فإذا ثبت أنه لم يكن يحدث وضوءا لكل صلاة وثبت استحبابه السواك لكل صلاة دل على أن السواك مرتبطا بالصلاة ليس ذاته اتصال وثيق بالوضوء، أو لا يلزم أن يكون مع الوضوء، فالسواك مشروع للصلاة مطلقا. هذا الموضع الذي ذكره المصنف أخذا من هذا الحديث، وسيأتي في الحديث الثاني موضع آخر. وقد جمع العلماء المواضع التي يستحب فيها السواك ويتأكد في عدة مواضع بلغ بعضهم بها 10 مواضع، أولها عند قراءة القرآن، وثانيها عند اصفرار الأسنان، وثالثها عند الدخول إلى المنزل، والرابع عند النوم، والخامس عند الاستيقاظ منه، والسادس عند الأكل، والسابع بعد الوتر، والثامن في السحر، والتاسع عند تغير الفم، والعاشر عند الوضوء، جمعا مما جاءت به الروايات المتعددة وفي النصوص الشرعية بعضها. وقد ذكروا أيضا جملة من الأحاديث الواردة. أما قبل النوم فلحديث محرز أنه صلى الله عليه وسلم ما نام ليلة حتى استنى، أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة. ووقت السحر لحديث ابن عمرو مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار، أخرجه أبو نعيم وفيه ابن لهيعة. وأما الاستياك عند الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان موضعا مستحبا أيضا لقوله تدخلون علي قلحا استاكوا، ومعنى قلحا يعني مصفرة أسنانكم، فأمرهم فقال استاكوا، أخرجه البزار قبل أن السكن فيه اضطراب. ومن المواضع كذلك يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يوم الجمعة واجب، وأن يستن، قال الغسل يوم الجمعة واجب وأن يستن ويمس طيبا إن قدر عليه. وأما عند قراءة القرآن في الحديث علي مرفوعا إنما أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك، أخرجه أبو نعيم وفيه راوي ضعيف. فهذه مواضع متعددة فيها روايات بعضها أصح من بعض، مجموع ذلك ما أراد أهل العلم تقريبه لأهل السنة في الاتباع برسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على هذه المواضع الجليلة في الاقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الاستياك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص، فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم،
ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود المشقة، وفيه احتمال للبحث والتأويل. هذه مسألة أصولية ثانية استدل بهذا الحديث عليها، وهي مسألة هل كان الاجتهاد جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان مرتبطا بالوحي. هذه مسألة أصولية تذكر في باب الاجتهاد، ويفرضون الخلاف فيها في شيئين: الجواز والوقوع. يعني أكان جائزا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد؟ فالجمهور على الجواز، ثم بعد القول بالجواز الوقع، هل اجتهد عليه الصلاة والسلام أم كان لا يحكم ولا يفتي ولا يقضي إلا بوحي يأتيه؟ الصحيح أن ذلك جائز وواقع، أعني الاجتهاد. وإن كان بعضهم قيد ذلك بالاجتهاد في الأمور الدنيوية كالحروب وآراء الحياة ونحوها، لكن الصحيح جواز ذلك، ولذلك شواهد وأدلة. هذا أحد الأدلة، لأنه قال لولا أن أشق لأمرتهم، فإذا يشير إلى اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، وأن الذي منعه من أمرهم بالسواك ما هو؟ ليست المشقة، لولا أن أشق، خشية المشقة أو دفع المشقة عنهم. فإذا علل بحكمة مبنية على اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، قال يتعلق بهذا الحديث من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف على النص. ما وجه الدلالة؟ قال فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم. طيب إيش معنى هذا؟ قال لو كان الحكم موقوفا على النص يعني على الوحي لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص وليس المشقة. فما قال لولا الوحي أو لولا أن الله لم يأمرني لأمرتكم، قال لولا أن أشق على أمتي، فعلل بالاجتهاد. هذا الوجه في الاستدلال ليس وجيها أو محكما، فلهذا انظر ماذا قال الشارح رحمه الله وهو دقيق في ذكر هذه الفائدة. قال قد يتعلق بهذا الحديث، قد إشارة إلى أنها وجه ربما أبداه المستدل، ثم قال في آخره وفيه احتمال للبحث والتأويل. فهمت أنت وجه الاستدلال؟ كأنه يقول لك ليس هذا محكما في الاستدلال، لأنه قد يعترض عليه. كيف؟ بأن يقال لا نسلم أن العلة في عدم أمره صلى الله عليه وسلم بالسواك هي المشقة، بل نقول إن العلة هي عدم أمر الله تعالى له. فعدنا إلى ماذا؟ إلى الوحي، إلى النص. فتقول والحكمة في عدم أمره سبحانه وتعالى للأمة بالسواك دفع المشقة عنهم، فعلل صلى الله عليه وسلم بعلة العلة أو بسبب السبب. العلة الحقيقية ما هي؟ عدم أمر الله عز وجل، فلأن الله لم يأمرني ما أمرتكم، هذا معنى الحديث. فلماذا لم يأمرنا الله؟ لئلا يشق علينا جل جلاله رحمة بالعباد وتخفيفا عليهم. فلأجل هذا الإيراد قال المصنف وفيه احتمال للبحث والتأويل، بأن تقول ممكن أن يقول عليه الصلاة والسلام لأمرتكم أي بما يأمرني الله تعالى به، فيكون أيضا متوقفا على النص. فإذا لأجل عدم وضوح النص قطعا في الدلالة على هذا المذهب أشار إليه المصنف بوجه محتمل، قال قد يتعلق، وقال في آخره وفيه احتمال للبحث والتأويل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع الحديث بعمومه قال رحمه الله الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة. أين العموم؟ عند كل صلاة. فماذا يشمل هذا؟ الصلوات المفروضة الخمسة: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، والنافلة، غير الواجبات، سنن الرواتب، تحية مسجد، وتر، قيام ليل،
ويشمل الصلاة التي تطهر لها بوضوء والتي تطهر لها بتيمم، ويشمل الصلاة التي توضأ لها أو الصلاة التي يصليها بوضوء سابق، بل قالوا ويشمل الصلاة التي فقد فيها الطهورين. فاتقوا الله ما استطعتم، لا ماء فيتوضأ ولا تراب فيتيمم فيصلي على حاله وعنده سواك، فلم يتوضأ ولم يتيمم، فهل يشرع له ذلك؟ عموم عند كل صلاة يشمل هذا. بناء على هذا العموم، كيف فعل الفقهاء في مسألة الصائم الذي لا يستحبون له استعمال السواك وهو صائم من بعد الظهر، فتمر عليهم صلاتان لا يستحب فيها السواك عندهم، صلاة الظهر وصلاة العصر، فإنهم لا يستحبون السواك فيها. السؤال هم لماذا لا يستحبون السواك للصائم في هاتين الصلاتين؟ نعم، إبقاء على المنقبة المذكورة في الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، فإبقاء لهذا المعنى أخرجوا تلك الصلاتين. فالمناقش في المصنف رحمه الله يناقش هذا الكلام فقهيا عند العلماء. نعم، الحديث بعمومه. قال رحمه الله: الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة، فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم. أي صلاتين؟ الظهر والعصر للصائم. نعم. ويستدل به من يرى ذلك، ومن يخالف في ذلك فيستدل به من يرى ذلك. من يرى ماذا؟ من يرى استحباب السواك حتى في الظهر والعصر للصائم. هذا الاستحباب مذهب بعض الصحابة كابن عمر وابن سيرين وجماعة، بل قال النووي إنه قول أكثر العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند كل صلاة، ويؤكد هذا العموم الذي لا يستثنى منه شيء من الصلوات لا للصائم ولا لغيره، يؤكده حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وكذا أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، وفيه عاصم بن عبيد الله، ضعفه ابن معين والذهلي والبخاري، وحسن جماعة حديثه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستدل به من يرى ذلك، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف وفيه بحث. إذن من يخصص صلاتي الظهر والعصر للصائم؟ فما المخصص عنده؟ قال: هو حديث الخلوف، ويقصد به حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للفائدة قال القاضي عياض: قيدناه كلمة خلوف وهو تغير رائحة الفم، قال: قيدناه عن المتقنين بالضم، يعني خلوف. قال: وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ، خلوف. قال: أكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ. قال: قيدناه عن المتقنين بالضم، ولخلوف فم الصائم. إذن فمن يخصص عموم حديث عند كل صلاة يخصص منه صلاة الظهر والعصر للصائم، فإنما يخصصه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما وجه التخصيص أو كيف خصصوه؟ ما قال لا تستاكوا؟ نعم، يقولون إن الاستياك مذهب لرائحة الخلوف التي جاء الحديث بذكر فضلها ومنقبتها. هذا الاستدلال كما يقول الحافظ ابن حجر: استدل الأصحاب بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما، قال: وفي الاستدلال به نظر. وهنا إيش قال المصنف؟ قال: وفيه بحث، يعني لا يسلم هذا. لما؟ ها؟ طيب ها
نعم، هو ما ذكره عدد من أهل العلم كما تفضلتم به، أن كما نقل ابن العربي قال: الخلوف يقع من خلو المعدة، والسواك لا يزيله، وإنما يزيل وسخ الأسنان. ذكر هذا ابن العربي قديما ردا على من يخصص عموم الحديث بمسألة خلوف فم الصائم، فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: السواك لا يزيله. قال: السواك يزيل التصعد إلى الأسنان الناشئ عن خلو المعدة، لكن هذا التصعد يقصد يعني الرائحة التي تصعد فتبقى أثرها في الأسنان، فإنه السواك لا يزيل تغير الفم من الصاعد إلى المعدة، غايته أن السواك يقلله، لكنه لا يقابل الأدلة الكثيرة التي ثبت بها كثرة استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسواك. وحديث عائشة الذي مر بكم في صحيح مسلم، لما سئلت بأي شيء كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبدأ به إذا دخل منزله، قالت: بالسواك. وهذا يشمل ما لو كان صائما فدخل بيته بعد الظهر أو بعد العصر. فثبوت الأدلة الكثيرة وعمومات متعددة لا يقاوم هذه العلة، التي هي كما سمعتم ليست من التحقيق بذاك، والله أعلم. ولهذا قال المصنف: وفيه بحث. طيب، قبل الانتقال للحديث التالي نمر على ما في هذا الحديث من المسائل والفوائد والتطبيقات الأصولية. أولها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. مر بك في كلام الشارح رحمه الله أن لولا حرف امتناع لوجود، يعني لوجود المشقة امتنع الأمر. وهذا لولا إذا كانت بهذا المعنى فإنها لا تدخل إلا على الأسماء، ما تدخل على الأفعال. تقول: لولا زيد لأكرمتك، فوجود زيد كان مانعا من إكرامك، فتدخل على الأسماء. وهنا في الحديث لولا أن أشق، فالفعل وأن التي دخلت عليه مؤولة بالمصدر لولا المشقة على أمتي، فهي في معنى ما ذكر أنها حرف امتناع لوجود. وأما إن دخلت على الأفعال فإنها تدل على الحظ على الشيء. قالوا: لولا يعذبنا الله بما نقول. وهكذا، فإذا دخلت لولا على الفعل دلت على الحظ، فاختلف معناها بحسب دخولها على الكلمات أسماء وأفعالا. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق لأمرتهم. وقد فهمت المسألة الأصولية المتعلقة بها. قوله: عند كل صلاة، مر بك العموم أنها تشمل الفرض والنافلة، الصلاة التي تطهر لها بوضوء أو بتيمم، أو كذلك صلاة فاقد الطهورين، فإن استعمال السواك مستحب للكل. ومرت بك مسألة استحبابها للصائم بعد الزوال. أشار المصنف في الحديث إلى مسألتين أصوليتين مأخوذتين من الحديث أو يستدل بالحديث عليهما. المسألة الأولى دلالة الأمر على الوجوب، والمسألة الثانية جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى ثلاث مسائل أصولية أخرى يستدل بهذا الحديث عليها. المسألة الثالثة أن المندوب ليس مأمورا به، وهذه مسألة أصولية محل خلاف، هل المندوب مأمور به أو لا؟ الجمهور نعم، لأن الأمر يشمل شيئين: الواجب والمندوب. فإذا سئلنا هل المندوب مأمور به، نقول نعم، لأنه أحد قسمي الأمر، فالأمر إما واجب وإما مندوب، هذا الذي عليه الجمهور. ومن أهل العلم من يرى أن المندوب ليس مأمورا به، ومما استدلوا به هذا الحديث. ووجه الدلالة فيه لأنه امتنع صلى الله عليه وسلم عن أمرهم به خشية المشقة. ألم يقول لولا أن أشق لأمرتكم؟ إذن أمر أو ما أمر؟ لم يأمر، هذه واحدة، لم يأمر. وما حكم السواك؟ مستحب. فإذن هو مستحب وليس مأمورا به، فدل على أن المندوب ليس مأمورا به.
فمن هاتين المقدمتين تخرج النتيجة، فدل على أنه غير مأمور. واستدل بالحديث ذاته في النقاش على المسألة بالعكس. الفائدة أو المسألة الرابعة، استدلوا بهذا الحديث أيضا على مسألة أصولية شهيرة، أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. هي أيضا مرت بكم في مسائل الأصول، هل الأمر يدل على التكرار أو يدل على المرة؟ أقوال، والمحققون على أنه من حيث هو أمر لا علاقة له بالمرة ولا بالتكرار، لكن المرة من مقتضياته ومن لوازمه. فقال القائلون بأن الأمر لا يدل على التكرار، هذا الحديث يدل عليه. كيف؟ قالوا لو كان الأمر مفيدا للتكرار لما احتاج أن يقول عند كل صلاة. فإذا لو كان مفيدا يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ويسكت. فلو كان مفيدا للتكرار لم يكن لقوله عند كل صلاة فائدة. هكذا قرر الاستدلال، فأجيب بالعكس، أنه لولا أنه لا مشقة في المرة الواحدة فلو لم يكن الأمر للتكرار لما كان للمشقة حاصلة. يعني متى ستحصل المشقة؟ بمرة واحدة أو إذا كان بالتكرار؟ فلذلك قال لولا أن أشق على أمتي. فهذا الحديث مما يتداولونه في نقاش المسألة الأصولية، هل الأمر المطلق يدل على التكرار أو لا. المسألة الخامسة والأخيرة، استدلوا بهذا الحديث شاهدا من الشواهد على تعليل الحكم العدمي بالمانع. الحكم العدمي يعلل بالمانع، فإن الحكم والعلة من حيث الإثبات والعدم أربع صور: حكم مثبت وعلة موجبة، وحكم مثبت وعلة منفية، وبالعكس الحكم المنفي والعلة إما موجبة أو منفية. فتكون الصور أربعة: تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية وبالعلة العدمية، وتعليل الحكم العدمي بالعلة الوجودية والعلة العدمية. هذا الحديث مثال أو شاهد على الصورة الرابعة، الصورة الثالثة، تعليل الحكم العدمي بالمانع. قال لولا أن أشق لأمرتهم، هو أمر أو لم يأمر؟ لم يأمر، فالحكم عدمي. والعلة المعلل بها ما هي؟ المانع، المانع من المشقة، فكانت هي السبب في عدم الحكم. فإذا علة هي المانع والحكم عدمي، وهذا من باب قول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. فيقول لولا المشقة ساد الناس، فالحكم هنا عدمي وهو عدم سيادة الناس، والسبب عدم المشقة. فالمقصود أن هذا من الأمثلة التي يضرب بها المثل لهذه الصورة في الأحكام العلة وصورها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف رحمه الله: يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه، وماصه يموصه إذا غسله. حذيفة بن اليمان، هذا ثاني أحاديث الباب، حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه موضع ثان من مواضع استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسواك، ما هو؟ ما الموضع؟ إذا قام من الليل، هل هو الاستيقاظ أو صلاة الليل؟ هل هو الاستيقاظ من النوم أو صلاة الليل؟ إن قلت صلاة الليل فهي داخلة في الحديث الأول عند كل صلاة. فإذا قلت الاستيقاظ من النوم، طيب حتى لو استيقظ لغير صلاة، يعني هل سنقول من السنة إذا قمت من النوم أن تستعمل السواك حتى لو لم ترد صلاة؟ قمت وأردت أن تتسحر، تريد الصيام، ما أردت الصلاة، تتسوك وتقول الدليل كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، على معنى ما يحمل عليه قوله إذا قام من الليل. طيب لفظ البخاري
في هذا الحديث في كتاب الجمعة: كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. ولفظ مسلم: كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. فقولهم إذا قام من الليل المقصود به القيام للصلاة. طيب، فإذا قام أثناء النوم من النهار هل يشمله أو لا يشمله؟ الحديث مقيد إذا قام من الليل، ولأجل هذا القيد فإن الغالب أن المراد من هذا القيام في الليل هو لأجل الصلاة، وسيأتيكم في كلام الشارح رحمه الله تعالى، لكنها من المسائل التي ينظر فيها إلى روايات الحديث، وسيتعرض لها الشارح في أثناء كلامه إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حذيفة بن اليمان اسمه حسيل بن جابر، وقيل حذيفة بن الحسيل بن اليمان أبو عبد الله العبسي. يعني هل اليمان اسم أبيه أو لقب؟ قال حذيفة بن اليمان، واسمه، الضمير يعود إلى اليمان، واسمه حسيل بن جابر، وقيل حذيفة بن الحسيل بن اليمان. فإذن اليمان ليس اسما لأبيه، بل هو لقب إما لأبيه أو لجده، فاسم أبيه حسيل بن جابر، وقيل حذيفة بن الحسيل ابن اليمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معدود في أهل الكوفة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. قال البخاري: مات بعد عثمان بن عفان 40 يوما. يعني في أي سنة؟ في أوائل سنة 36. نعم. قال أبو نصر: وذلك أول سنة ست أول وذلك أول سنة 36. أبو نصر هو ابن ماكولة صاحب كتاب الرجال. نعم. وقال الواقدي: حذيفة بن اليمان بن حسيل بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم. حذيفة بن اليمان ابن حسيل، ويقال ابن حسل بكسر الحاء وسكون السين. سمي والده أو جده أو لقب باليمان، قيل لأنه أصاب جده في قومه دما فهرب إلى المدينة فحالف فيها بني عبد الأشهل، ولهذا قال هنا نقلا عن الواقدي: حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم. حالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمنيين، يعني الأنصار، هكذا قاله ابن الأثير في توجيه اسم اليمان في لقب والد حذيفة أو جده رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه من خيرة الصحابة، هو وأخوه صفوان صحابة، وأبوهم كذلك صحابي، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أحدا، وقتل أبوهما فيها في غزوة أحد، يومئذ قتله بعض المسلمين خطأ وهو يحسبه من المشركين، فتصدق حذيفة رضي الله عنه بدم أبيه وديته على المسلمين. قيل إن الذي قتله خطأ عتبة بن مسعود، وأراد هو وأبوه أن يشهد بدرا، استحلفهم المشركون أن لا يشهد فحلف، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. حذيفة رضي الله عنه من المهاجرين، من كبار الصحابة ومشاهيرهم، هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينظر قريشا فجاء بخبر رحيلهم. عمر رضي الله عنه كان يعد لحذيفة شأنا عظيما، لأنه يعرف أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسأله عن المنافقين ويقتدي به في الصلاة عليهم، فمن صلى عليه حذيفة يصلي عليه عمر، ومن لم يصلي عليه لا يصلي عليه عمر، ولذلك كان معروفا بصاحب السر، لما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإسرار إليه وإعلامه بأسماء المنافقين وأعيانهم، وكان أعلم الصحابة بذلك. وفي حديث مسلم: لقد حدثني، في صحيح مسلم يقول: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون حتى تقوم الساعة، غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها، وإني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة. خيره النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إليه
بين الهجرة والنصرة، فاختار النصرة أن يكون أنصاريا، وكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر فيجتنبه، وسأله عمر عن الأيام التي بين يدي الساعة من يعقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة أنا، قال له عمر هات فلعمري إنك عليها لجريء، ثم ذكر له منها. فسئل حذيفة أي الفتن أشد، قال أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب، وهو القائل رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. شهد نهاوند مع النعمان بن مقرن، فلما قتل النعمان أخذ الراية ففتح الله على يديه نهاوند والري والدينور، وذلك كله سنة 22، وكان عمر رضي الله عنه يكتب له في الأمراء للسمع والطاعة لمنزلته العظيمة رضي الله عنه وأرضاه عن سائر الصحابة أجمعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتضي لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير. طيب، على هذا الكلام مسألتان. المسألة الأولى: القيام من النوم، هل هو كل نوم؟ مر بك في لفظ الصحيحين أنه نوم للقيام للتهجد، وهو نوم الليل خاصة، لكن قد يقال إنه خرج على الغالب فيلحق به نوم النهار كذلك، ويكون القيد في الحديث ليس تقييدا بل ذكرا لما هو الغالب، فيكون لا عبرة لمفهومه. المسألة الثانية: قال فيسن عند مقتضى التغير، يعني لأجل التغير شرع السواك، فيكون السؤال إذا كانت العلة هي إزالة التغير، فهل يشرع إزالة التغير بغير السواك؟ كمضغ ما له رائحة طيبة، قرنفل أو هيل أو حبهان أو لبان له رائحة عطرية، هل يقال هذا مشروع هو من جنس السواك لتحقق العلة فيه وإن لم يكن من جنسه؟ فإن المقصود من السواك إزالة التغير، فهل يشرع ذلك؟ هذا محل نظر ويمكن أن يتأمل فيه، لأن السواك في ذاته ليس مقصودا، إنما المقصود الغاية منه وهو تنظيف الفم وإزالة الرائحة، فاستعمال الفرشاة والمعجون المعاصرة وليست سواكا بالمعنى الاصطلاحي الذي هو عود الأراك أو نحوه من شجر التي تستعمل في تنظيف الأسنان. فإن قلت نعم، لأن الفرشاة والمعجون تقوم مقام السواك في تنظيف الأسنان وإزالة الرائحة وتغير الفم، فيشبه جدا أن كل ما حقق هذا المعنى يلحق به، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره، فقيل يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي، والأول أقرب. هذه معان، وقد تقدم أن الحافظ عبد الغني رحمه الله قال عقب الحديث: يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه، وماصه يموصه إذا غسله. هل هو الغسل أو الدلك أو الإنقاء؟ هذه معاني. قيل يغسل قاله كراع، وقيل ينقي قاله أبو عبيد، وقيل يدلك قاله ابن الأنباري، ونقل ذلك عدد من أئمة اللغة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول. نعم، إذا قام هل هو القيام للصلاة أو مجرد الاستيقاظ من النوم؟ يحتمل الاثنين. قال الحافظ ابن حجر: يدل للأول رواية البخاري إذا قام في الليل للتهجد، ومثله كما سمعت أيضا من رواية مسلم أن القيام مقصود به الصلاة، فعندئذ كما قال الشارح يعود إلى معنى الحديث الأول، وهو عند كل صلاة. وإذا أردت أخذ الحديث على ظاهره عند القيام
فإنه محمول أيضا على الموضع الثاني المذكور في المواضع المستحبة للسواك وهو القيام من النوم لأجل تغير رائحة الفم، فيشرع السواك على كل حال كما قال الشارح، لأنه قد يتلو ويذكر أو يخاطب أحدا، يعني ربما قام وقد صلى وأوتر لكنه قام وبقي على الفجر نصف ساعة، أراد أن يتسحر لصوم فرض أو صوم مستحب، أو قام كما قال يتلو القرآن لن يصلي لكنه قراءة القرآن ويشرع لها أيضا تنظيف الفم، أو ذكر الله والاستغفار أو الدعاء في جوف الليل والسحر، أو نزل يطوف ولن يصلي أو يخاطب أحدا، كل ذلك يدخل في مشروعية إزالة تغير الفم واستعمال السواك، فيستشهد له بعموم الحديث الذي سمعتم عند القيام إلى الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. جمع المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب بين هذين الحديثين، حديث عائشة وحديث أبي موسى رضي الله عنهما، على غير عادته في إفراد كل حديث بما يملي عليه من الوجوه المتعلقة بفوائد الحديث، ولعله رأى تداخل الحديثين أو تقارب ما يتعلق بهما من المسائل فجمع في التعليق عليهما، وسيأتيكم أيضا في كتاب المسح في باب المسح على الخفين جمعه بين الحديثين فيه. قال في حديث عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر. هذا الحديث هو في اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اللحظة التي كان فيها في حضن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهو موضع من آكد الأدلة وأشدها في استحباب السواك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يحب السواك ويستعمله حتى في اللحظات الأخيرة من حياته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه جملة فوائد، وإن لم يكن فيه من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جملة من ثلاث كلمات: في الرفيق الأعلى، وباقي الحديث رواية وحكاية فعل، وما كان بين عائشة وأخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما فيما يتعلق بشأن السواك. وهذا المشهد الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدائر في حجرة عائشة رضي الله عنها، بل وهو عليه الصلاة والسلام مستند إلى صدرها، مما يؤكد عظم شأن هذه السنة العظيمة، أعني سنة السواك. تقول: دخل عبد الرحمن على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، وسيأتيكم في الشرح معنى أبده أطال النظر إليه، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لعظم ما اعتراه من كرب الموت ونزع الروح
لم يكن يقوى على الكلام، وهو في ذلك الحال من التعب والإعياء صلوات الله وسلامه عليه كان يطيل النظر، وعبد الرحمن داخل والسواك في يده يستن به، فلما رأته عائشة رضي الله عنها يطيل النظر إلى أخيها قالت: فعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فإلى آخر ما جاء في الحديث. قالت: فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به. في الرواية الثانية في آخر الحديث قالت: وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، تشير إلى موضع من جسدها كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مستندا عليه في هذا الموضع. الحاقنة والذاقنة، قيل الحاقنة هي النقرة التي في أعلى الصدر التي تكون في مجمع الترقوتين وهما أعلى عظمتين في صدر الإنسان، فالحاقنة ما بين الترقوة وحبل العاتق، والعاتق موضع الرداء، وقيل ما أسفل من البطن، وقيل الحاقنة الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق، وقيل الحاقنة أعلى البطن والذاقنة أسفلها، وأما الذاقنة فقيل هي الذقن نفسه تسمى ذاقنة، وقيل طرف الحلقوم يسمى ذاقنة، وقيل أسفل البطن يسمى ذاقنة، أو ما يناله الذقن من الصدر إذا أنزله هذا الجزء يسمى ذاقنة. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام مستند بظهره الشريف إلى صدر عائشة، ورأسه عليه الصلاة والسلام مستند عليها. قالت: فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك؟ فأشار برأسه النعم. أما الحديث الثاني، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكي موقفا رآه في استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسواك. قال: وطرف السواك على لسانه، يقصد الطرف الداخل أو الخارج، اللسان له طرفان، هذا الطرف الخارج، ومما يلي الحلق الطرف الداخل. فلما قال أتيت وهو يستاك وطرف السواك على لسانه، على أي طرف في اللسان، الداخل أو الخارج؟ الداخل. كيف عرفت؟ إيه، وهو يقول أع كأنه يتهوع، وهذا لا يكون إلا إذا كان السواك في الطرف الداخل. إذن هو دلالة على ماذا؟ على عناية بتنظيف اللسان في السواك، وهذه فائدة أخرى، أن السواك ليس للأسنان فقط بل حتى لللسان. فهل ينظف اللسان كما تنظف الأسنان؟ الجواب نعم. قالوا: بل هو أحوج إلى النظافة، لأنه أيضا يتعلق به ويعتريه من بقايا الأطعمة وما يعلق بالفم، أو ما يصعد أيضا من المعدة من الأبخرة ما يعلق بالأسنان وأكثر. فالمعنى الذي لأجله شرع تنظيف الأسنان في السواك موجود في اللسان. وإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمرر السواك على لسانه، فقد ثبتت السنة من غير حاجة إلى بيان توجيه أو معنى. وهو يقول أع ضبطت هكذا بهمزة مضمومة وسكون العين، وضبطت بضبط ثان بفتح الهمزة وتقديم العين. كيف يعني؟ ع. وضبطت ثالثة عند أبي داود بهمزة مكسورة بعدها ها، همزة بعدها ها، وضبطت أيضا بخاء بدل الهاء، همزة مكسورة بعدها خاء، فأنت لو تصورت معنى التهوع لوجدت صوتا مقاربا لهذا، فتفاوت ضبط الرواة في التعبير عن هذا الصوت بحروف مرموزة، وهو التهوع الذي ربما تسمع فيه صوت العين أو صوت الخاء أو صوت الهمزة، إنما هو صوت لا تنطق فيه الحروف، لكن لتقريب ذلك بصوت مكتوب ضبطوها على ذلك. فاختلف الرواة لتقارب
المخارج، المقصود الطرف الداخل، لأن لفظ الإمام أحمد قال يستن إلى فوق كأنه يتهوع، يعني صوت المتقيئ على سبيل المبالغة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، ويقال حضار الأشعري، معدود في أهل البصرة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. وذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44، وهو ابن 63 سنة. وقيل مات سنة 42، وقال الواقدي سنة 52. قوله في حديث عائشة رضي الله عنها، في الحديث أو في الحديثين المذكورين اسمان، أولهما حديث عائشة فيه اسم أخوها، اسم أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، وعبد الرحمن أخو عائشة وشقيقها، أمه أم عائشة هي أم رومان، كنيته أبو محمد. أسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر متأخرا عام الحديبية، وحسن إسلامه رضي الله عنه، كان اسمه عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، هو أكبر أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مات سنة 53 وقيل 58 قريبا من مكة، ثم حمل إليها ودفن بها رضي الله عنه وأرضاه. أما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فكما أشار الشارح رحمه الله تعالى اختصارا في اسمه أنه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، ويقال حضار الأشعري. وإذا قيل الأشعريون فهم الصحابة أهل اليمن القادمون من جنوب الجزيرة، ممن ثبتت منقبتهم وحسن إسلامهم وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وثناؤه عليهم. قال معدود في أهل البصرة، ذلك أنه تولاها وهو من أكابر الصحابة ومشاهيرهم. أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه جم المناقب، كثير الذكر الحسن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قيل إنه ممن قدم مع الصحابة الذين قدموا من الحبشة، وقيل بل وافق قدومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قدوم أصحاب الحبشة في هجرتهم لما اجتمعوا في خيبر، وعمل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في اليمن على زبيد وعدن إلى الساحل، ثم ولاه عمر رضي الله عنه في خلافته على البصرة لما عزل عنها المغيرة، فما زال بها إلى أن انتقل في خلافة عثمان فعزله فانتقل إلى الكوفة، تولى الكوفة لعمر ثم تولاها لعثمان. وله روايات في السنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو موسى من قراء الصحابة، من فقهائهم، من عبادهم، وهو من أجلهم قدرا وأعلاهم منزلة. سئل عنه علي رضي الله عنه فقال: صبغ في العلم صبغة. كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لما قال: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. فسر لذلك أبو موسى وحق له رضي الله عنه، فقال: لو علمت مكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. كان عمر رضي الله عنه إذا رآه يقول: ذكرنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده القرآن. وهو أيضا من فقهاء الصحابة وقضاتهم، كان الشعبي يقول: القضاة أربعة: عمر وعلي وزيد وأبو موسى، يعني المشهورون بالقضاء في الصحابة بالحكمة والحنكة والصواب والسداد رضي الله عنهم جميعا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يقدم عليكم الأشعريون، فلما قدموا تصافحوا فكانوا أول من أحدث المصافحة. وهو الذي يعني يؤثر عنه في كتابة عمر رضي الله عنه إليه صحيفة القضاء التي شرحها العلماء واعتنوا بها غاية العناية، فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال: أبددت فلانا البصر إذا طولته إليه،
وكأن أصله من معنى التبديد الذي هو التفريق. ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه فأبد النظر فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض. قال فأبده، يشرح معنى فأبده بصره. الآن عبد الرحمن داخل وفي يده سواك، والنبي عليه الصلاة والسلام مستند برأسه الشريف إلى صدر عائشة. قالت فأبده بصره، ماذا تقصد عائشة رضي الله عنها بأبده؟ قال: يقال أبددت النظر إذا طولته، كأن أصله من معنى التبديد الذي هو التفريق. يقول الفاكهاني: بل هو بالجمع أولى بالتفريق في المعنى، لأنه من إطالة النظر، ومن أطال النظر فقد جمعه. وهكذا قال ابن الملقن: يحتمل أن يكون معناه التأبيد، المكث الذي أبقى النظر فيه، وهو أنسب لتطويل البصر. فإن كان من التأبيد ما تقول أبده، تقول أبده بصره بتشديد الباء، وإن كان من معنى التبديد فتقول أبده. فيختلف المعنى إذا وضعت الشدة على الباء فتكون من التأبيد، أبده جعله أبديا، وإن أردت من التبديد فهو بتشديد الدال أبده. وأتى بأثر عمر بن عبد العزيز شاهدا لما قال فأبد النظر، يعني حلق البصر. وهذا يحصل عند احتضار الناس للوفاة إذا عاينوا ملك الموت أو ما يأذن الله لهم بالاطلاع عليه، خصوصا لبشريات أهل الإيمان الذين تتنزل عليهم الملائكة عند ساعة الاحتضار بالبشرى وعدم الحزن، كرامة من الله عز وجل لمن يشاء من عباده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقولها بين حاقنتي وذاقنتي، قيل الذاقنة نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، والحواقن أسافله، وكأن المراد ما يحقن الطعام أي يجمعه. ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها، ومن كلام العرب لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك. نعم، إذن هو تفسير لمعنى الحاقنة والذاقنة. وفي بعض ألفاظ الحديث قالت مات بين سحري ونحري، والمعنى متقارب، فإن النحر هو أعلى الصدر، والسحر قيل الصدر وقيل وسطه ونحو ذلك. قال الذاقنة نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعالي البطن، والحاقنة أسفله. فالمقصود أن هذا الجزء من الصدر هو الذي كان يستند إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث الاستياك بالرطب، وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن. من أين أخذ الاستياك بالسواك الرطب؟ قولها ومع عبد الرحمن سواك رطب، لأن السواك إما يابس أو رطب بحسب ما الوقت الذي يؤخذ فيه من الشجرة فيستعمل، فإن طال مكثه يبس وجف، لكنه يكون نافعا أيضا في الاستياك والتنظيف، فالرطب أفضل. قال الاستياك بالرطب مستدل به في الحديث. وبعض الفقهاء يقول الأخضر لغير الصائم أحسن. ايش يقصد بالأخضر؟ الرطب ولا اليابس؟ الأخضر الرطب، الأخضر يعني الذي لا يزال طريا. ليش لغير الصائم أحسن؟ لأن فيه رطوبة، فلغير الصائم أحسن. أما الصائم فحتى لا يتخلل من استعماله السواك رطوبة تختلط بريقه فتؤدي إلى بلعه. نعم. قال وفي الحديث الاستياك بالرطب، ولهذا كره المالكية للصائم الاستياك بالسواك الرطبي. نعم. قال وفي الحديث الاستياك بالرطب، وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن، وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء. ولهذا قال ابن سيرين لا بأس باستواك الرطب للصائم، خلافا لما ذهبت إليه المالكية. وقاسه على المضمضة للصائم، هو يضع الماء يضعه في فمه ويتمضمض، فما بالك بسواك فيه رطوبة ماء؟ فإذا من باب أولى في جوازه واستعماله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه إصلاح السواك وتهيئته لقول عائشة: فقضمته. والقضم بالأسنان، القضم قيل هو قطع الشيء بمقدم الأسنان بالثنايا، فإذا قطعته سواء كان سواكا أو غيره يقال قضم، وإذا قطعه بأسنانه كله يقال خضم بالخاء، يفرقون بينها في المفردات. نعم. قال: ومن طلب الإصلاح قول من قال: يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن اليابس أبلغ في الإزالة، وتنديته بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة يبسه. هذا جمع بين تفضيل السواك الرطب أو اليابس. قالوا: يابس يندى بالماء، يعني يغمس في الماء فيترطب، فيؤخذ من رطوبته ألا يجرح الفم، ويؤخذ من يبسه شدة تنظيفه للأسنان لأنه أقوى. لكن السواك الأراكي إذا كان رطبا فإنه لا يمنع من تنظيف الأسنان، بل إن رطوبته تكون أبلغ في العناية بالفم واللثة والأسنان واللسان وزيادة تنظيفها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث الاستياك بسواك الغير. طيب، من أين أخذ الاستياك بسواك الغير؟ نعم، إذن معنى الحديث مشروعية ذلك وعدم المنع منه، وليس معناه التعدي على ملك الآخرين، وأن يستعمل الإنسان سواك غيره ويقول في الحديث استعماله أو الاستياك بسواك الغير. هذه واحدة. والثانية، هذا شيء والاستقذار شيء آخر. يعني بعض الناس يقول: أنا أستقذر أن أضع في فمي ما وضعه غيري في فمه، فرشاة أسنان أو سواك. والذي حصل أن عائشة رضي الله عنها قالت: فأخذته فقضمته فطيبته. قلنا: ما معنى فقضمته؟ نعم، يعني القطعة من السواك التي استعملت فرشاتها في فم أخيها عبد الرحمن قطعتها، ثم ماذا فعلت؟ قالت: فقضمته. فلما قضمت هيأت السواك بقطعة جديدة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فطيبته. كيف طيبته؟ وضعت عليه الطيب. ها، كيف تزينه؟ كيف تطيبه؟ نعم، قيل معناه أنها لينته، فطيبته يعني لينته، أي جعلته مهيئاً. مر بك الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الموت وكربته، وفيه من التعب والإعياء ما الله به عليم، حتى إنه لم يكن يقوى على الكلام، أبده البصر، قالت: أخذه لك، أشار برأسه النعم، فقد فطيبته، فأرادت بقضمها أن تطيبه بريقها، ولهذا قالت فطيبته، فلينت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: ولأنها تعلم من قبل ما كان يهواه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ما ثبت في حديث مسلم في الصحيح أنه كان يحب أن يضع فاه على ما تضع عليه فاها، وأنه كان يتعرق العظم الذي تتعرقه ويضع فمه على موضع فمها صلى الله عليه وسلم، فلعلمها أنه يحب ذلك فعلت هذا. فمن هنا قالوا إن الاستياك بسواك الغير لو كان ممنوعا لما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هو أخذ السواك بإذن، ولما سألته أتحب أن آخذه لك، لو كان استعمال سواك الغير ممتنعا لما أذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث الاستياك بسواك الغير، وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات. من أين هذا؟ فأشار برأسه النعم، وقبلها فأبده بصره فعرفت، وما تكلم، فكيف عرفت؟ نعم، إذن الإشارة مفهمة والحركة مفهمة عند من؟ عند الفهيم، في هذا الكلام. فالإشارات والحركات المفهمة إن كانت مستفادة من هذا الحديث فيستفاد منه أيضا
نباهة أمنا عائشة رضي الله عنها وفطنتها وكمال عقلها وحسن فهمها لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى إنها تعلم ما الذي يطيب خاطره، فتقرأ ذلك في نظراته في إشاراته وتبادر، بمجرد النظر بادرت تحب أن آخذه لك، فلما أشار برأسه النعم بادرت، ثم عملت ما الذي يكون أطيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى ما في هذه الآية، وهي قوله مع الذين أنعم الله عليهم، فكأن هذه تفسير لتلك. نعم، ويؤيد ذلك ما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، يعني قبل مرض وفاته، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، فقلت: إذا لا يختارنا. قالت: وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: وكانت آخر كلمة تكلم بها، ما هي؟ في الرفيق الأعلى. هنا جاء في الحديث في الرفيق الأعلى، وفي لفظ البخاري قالت: اللهم الرفيق الأعلى، وكل ذلك بمعنى واحد، وتأولها أهل العلم بما سمعت، يعني حتى لو خير فاختار الرفيق الأعلى. ما المقصود؟ قالوا: المقصود المذكور في الآية الكريمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا هذا المقصود بقوله في الرفيق الأعلى. ولو قال قائل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد هؤلاء، هو من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بل هو على رأس النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فكيف تقول إنه يقول إنه يريد أن يلحق بالرفيق الأعلى وهو من الرفيق الأعلى الذين يلتمس ويدعى ويطلب من الله عز وجل أن يكون المرء ممن يلتحق بهم؟ فهذا قيل قد لا يكون دعاء، بل هو إخبار عن اختياره للقاء الله. ويحتمل أيضا الدعاء من باب قال رب احكم بالحق لما قال في الرفيق الأعلى. والأظهر كما سمعت من حديث البخاري لما أشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن. لما فسر المصنف رحمه الله الرفيق الأعلى بآية من يطع الله والرسول، وأنه هو المقصود بسورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، فجاءت مبهمة في الفاتحة، وفي النساء جاءت مبينة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال الشارح رحمه الله: بلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن. وابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا أيضا فيما أجمل في القرآن وفسر في موضع آخر منه، ولأهل العلم كذلك، كما صنع الإمام الحافظ ابن كثير وقبله شيخ المفسرين الطبري، فإنه قال جامع البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فيحملون معنى الآيات أولا على ما أمكن من غيرها من الآيات قبل النظر في غيرها من الأمور المفسرة لها. وكذا صنع عدد من أهل العلم، كان من آخرهم العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق،
كما في نحو قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان. الرفيق الأعلى ليس معناه أن هناك رفيق أدنى له، لما اختار الله عز وجل فكان رفيقا أعلى، فالأعلى هنا وصف ليس له مفهوم مخالفة، ليس المقصود هو تقييد للرفيق حتى يخرج بالرفيق الأعلى رفيقا، هو ليس له في الآخرة ما اختار إلا رفقة ربه جل جلاله، فقال اللهم الرفيق الأعلى، فيكون الأعلى هنا وصف لازم، معنى لازم لا مفهوم له. قال: مثل ما تقول في آية المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طب السؤال، هو في أحد يدعو مع الله إلها آخر له برهان؟ لا، ما في أحد يدعو مع الله إلا وهو من هذا القبيل، فيكون قوله لا برهان له به وصف لازم، بمعنى أن كل من يدعو مع الله إلها آخر لن يكون إلا بهذا الحال، ليس له برهان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكذلك قوله: ويقتلون النبيين بغير الحق، ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق، فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق. ويقتلون النبيين بغير الحق، وفي أحد يقتل نبي بحق؟ لا، وإن قال بعضهم المقصود بغير الحق في نفس الأمر، يعني وإن ظن القاتل المجرم أنه قتل النبي بحق، فإنه في حقيقة الأمر لن يكون إلا بغير الحق. فإن قال، يعني كما يقول الزمخشري، قتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق، فما فائدة ذكره؟ قال في الجواب: معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم، يعني حتى في داخلة أنفس القتلة هم أيضا يعترفون بأنهم عند قتلهم للأنبياء سيكون قتلا بلا حق. قال: لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض فيقتلوا، وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم. قال: فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل عندهم. انتهى كلامه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: وألحقني بالرفيق، ولم يصفه بالأعلى، وذلك دليل على أنه المراد بلفظة الرفيق الأعلى. جاء هكذا في بعض روايات الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عائشة: وألحقني بالرفيق، ولم يذكر الأعلى، فدل على أن الأعلى هنا وصف لازم وليس من الأوصاف التي لها مفهوم. نعم. قال: ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره، ثم ذلك على وجهين: أحدهما أن يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق وإن كان الكل من السعداء المرضيين. والثاني أنه يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه الأعلى بالطلب وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى العالي ويخرج عنه غيرهم وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم. نعم، والاحتمال الأول كما يقول الشراح هو المتعين، أن يختص الرفيقان يعني الأعلى وغير الأعلى بالمقربين، فلما يقول اللهم الرفيق الأعلى ويسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى، فسواء كان يشمل الأعلى وغير الأعلى فإنه يختص بالمقربين المرضيين عند الله. المراتب متفاوتة، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق. نعم، أحسن الله إليكم. وأما حديث أبي موسى ففيه أمران، أحدهما الاستياك على اللسان. حديث أبي موسى سيتطرق فيه المصنف إلى فائدتين: الأولى سواك اللسان، لما قال وطرف السواك على لسانه، وهي فائدة كما قلنا جديدة، السواك ليس للأسنان فقط بل حتى للسان. والفائدة الثانية في حديث أبي موسى ترجمة الحديث، وفائدة عامة في منهجية العلماء في استنباط الأحكام من الأحاديث لوضع العناوين والتراجم عليها. قال: وأما حديث أبي موسى ففيه أمران، أحدهما الاستياك على اللسان، واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان
فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض. كيف الحديث ليس صريحا في الاستياك على اللسان؟ لأن قال وطرف السواك على لسانه، ما قال ويستاك بالسواك على اللسان، قال وإن كان الحديث ليس صريحا فقد ورد. فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات، والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة. وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضاً وذلك في الأسنان، وأما في اللسان فقد ورد منصوصاً عليه في بعض الروايات الاستياك فيه طولاً. الثاني، نعم، من ذلك حديث أبي نعيم من حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضاً ولا يستاك طولاً، لكن في إسناده متروك. وكل أحاديث الباب فيها كلام في مسألة جهة تحديد الاستياك طولاً أو عرضاً. وحديث أحمد قال وطرف اللسان على وطرف السواك على لسانه، قال يستن إلى فوق، هذه الزيادة في رواية أحمد، يستن إلى فوق، إذن يحرك السواك على لسانه. قال الراوي كأنه يستن طولا، فمن هنا قالوا السواك على اللسان يكون طولا وعلى الأسنان يكون عرضا. نعم. الثاني، ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته، فقال باب استياك الإمام بحضرة رعيته. طيب، هذه ليست ترجمة البخاري، وتصحيح النسخة المحققة عندنا الثاني، ترجم على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته، وهذا هو الصواب، لأن صاحب الترجمة هو الإمام النسائي وليس البخاري، وصرح بذلك الشارح في كتابه شرح الإلمام، فقال النسائي في السنن باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. أما ترجمة البخاري ففي الآتي من الأبواب في الكلام، وليس هذه الترجمة. فإذا تقول ترجم على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني، ترجم على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته، فقال باب استياك الإمام بحضرة رعيته. قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله، والتراجم التي يترجم بها أصحاب التراجم. إيش يعني ترجمة؟ نعم، يقول ترجمة، ترجمة الباب، ما معنى ترجمة؟ الترجمة العنوان الذي يستنبط من الحديث فائدة أو مسألة ويجعل عنوانا، يؤخذ من معنى الحديث فائدة أو يستنبط حكم ثم يجعل عنوان. فالعناوين التي يضعها المصنفون على الأبواب تسمى تراجم، وهذه يعتنون بها، ولهم فيها أيضا مذاهب ولهم فيها مسالك في وضع تلك التراجم. والإمام البخاري رحمه الله ككثير من أصحاب السنن لما صنفوا الأحاديث وبوبوها عنونوا لكل باب وفصل بعناوين اسمها تراجم، جمع ترجمة. وأما الإمام مسلم رحمه الله فإنه لم يترجم لأحاديثه، فإنما صنفها ووزعها وجعل الأبواب بغير تراجم، ولذلك اجتهد العلماء الشراح من بعده في وضع تراجم للأبواب، وكل شارح يضع بما يراه مناسبا من العناوين والتراجم. فلما شرح القرطبي في كتابه المفهم صحيح مسلم وضع التراجم، القاضي عياض وكذلك غيره، وأشهر الأبواب التي ترجم بها أبواب صحيح مسلم هي ترجمة الإمام النووي في شرحه، وهي الدارجة عند طلبة العلم، فإذا قال أخرج ذلك مسلم في باب كذا فإن هذا العنوان المقصود به ما وضعه الإمام النووي رحم الله الجميع. والآن المصنف سيتكلم على فائدة في مناهج العلماء في استخراج تلك الفوائد واستعمالها عناوين وتراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها، وهي على ثلاث مراتب، منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة
لفائدة مطلوبه. وهذا أغلب التراجم هكذا في كتب الأحاديث الصحيحان وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وعامة الجوامع وليست المسانيد، المسانيد التي ترتب على مرويات الصحابة، أما الجوامع سواء سمي بالجامع أو سمي بالسنن التي ترتب على الأبواب، فإن الأئمة يضعون عنوانا لكل حديث أو لكل بضعة أحاديث، هذه في الغالب هي من هذا النوع، تكون الترجمة ملائمة لظاهر دلالة الحديث مفيدة لما بوب عليه. إن أتى بالحديث في كتاب الحج أو في البيع أو في النكاح أو في القصاص في الجنايات فلفائدة يظهر مناسبة الحديث للعنوان الذي وضعه المصنف. أحسن الله إليكم. قال: ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إلا بتعسف. هذا نوع ثاني من صنيع العلماء ومن مناهجهم، تكون الترجمة ليست واضحة، خفية الدلالة، العنوان لا ترى في البداية مناسبة ظاهرة بينه وبين الحديث إلا بتعسف كما يقول، والمعنى بعيد ومستكره يعني ليس شيئا ميسورا، وفيه تكلف في جعل الحديث مناسبا لترجمة الباب. لماذا استطرد المصنف؟ لفائدة سيذكرها بعد قليل. حديث أبي موسى هذا: دخلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب. يقول الإمام النسائي لما عنول لهذا الحديث قال: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. من أين أخذه؟ يعني دخل أبو موسى والنبي عليه الصلاة والسلام يستاك، طيب ما الفائدة في هذا؟ أن الإمام الذي يراد له أن يظهر أمام الرعية بالهيبة والاحترام عليه أن يجتنب التصرفات التي فيها نظافة شخصية وعناية ذاتية التي لا تليق بأن يمارسها أمام الرعية، فهل السواك منها؟ لا، لا تقول هذا مثل نتف الإبط ومثل حلق الشارب ومثل بعض العناية الشخصية التي يعملها الإمام على غير مرأى الرعية وليس أمام الناس. قال: لكن السواك ليس منها. ولهذا لما دخل أبو موسى رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام استاك من غير تحرج. قال العلماء: لأن الاستياك من أبواب القرب والعبادات، ففعله أمام الرعية فيه تعليم وإرشاد، فهذا عنوان فيه ملائمة، ولهذا أتوا بالحديث ترجمة. وأنا لو قلت لك ابتداء هذا حديث أبي موسى قد لا يخطر ببالك أن تعطيني هذه الفائدة، أن تقول يستفاد من هذا الحديث كذا وكذا. فالعلماء المحدثون والفقهاء يستنبطون الأحكام المناسبة ويترجمون بها على الأحاديث. يقول المصنف رحمه الله: لكن بعض المحدثين يستعملون ترجمة خفية، من ذلك مثلا الإمام البخاري رحمه الله قال في أول الصحيح ترجم ببدء الوحي، ثم جاء بحديث عائشة: إنما الأعمال بالنيات. فما العلاقة بين بدء الوحي وحديث إنما الأعمال بالنيات؟ اجتهد العلماء في مسألة إيجاد المناسبة بين العنوان ومضمون الحديث. فهنا ينبه الحافظ بن دقيق العيد، يقول: إن بعض الشراح بعض العلماء يأتي بترجمة خفية الدلالة على المراد بعيدة مستكرها لا تمشي إلا بتعسف. عدد من الشراح يقولون هذا كثير في تراجم الإمام البخاري في الصحيح، وهذا أصبح شغلاً لشراح صحيح البخاري، النظر في تراجم البخاري والبحث عن مناسبتها لمضمون الحديث. في كثير منها يظهر المناسبة، وفي عدد ليس بالقليل لا يبدو مناسبة إلا بتأمل وبدقة وفهم. ولهذا كثر قولهم إن فقه البخاري في تراجمه، فيعنون بالمسألة ويأتي بالحديث فلا يبدو بادئ النظر وجه الدلالة الواضحة على مراده. ومن هنا أيضا اعتنى الشراح قبل أن يشرحوا متن الحديث أن يعلقوا على ترجمة البخاري، فمن معترض ومجيب ومنتصر للبخاري ومؤيد ومتحفظ وناقد، تفاوتوا كثيرا، بل جاء ابن المنير أحد الشراح فأفرد تراجم البخاري بمصنف، لأنها تحتاج إلى جمع ونقاش وإفراد. وبن دقيق العيد هنا أيضا سيناقش مثالا لترجمة عند البخاري في الصحيح. نعم. ومنها
قال: ومنها ما هو خفي الدلالة، ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إلا بتعسف، ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم باب السواك عند رمي الجمار. هكذا في عامة نسخ شرح العمدة ما ترجم باب السواك عند رمي الجمار، وهو تصحيف، والصواب باب السؤال عند رمي الجمار، وهي ترجمة البخاري رحمه الله لحديث ابن عمر، باب السؤال وليس السواك، السؤال وهي ترجمة البخاري، السؤال والفتيا عند رمي الجمار. وهو مقصود بن دقيق العيد في الغالب من هذا المثال الذي ذكره. إذن قال: التراجم ثلاثة أنواع. النوع الأول ظاهر في الدلالة، قلنا وهو غالب تراجم المحدثين. النوع الثاني خفي الدلالة بعيد لا يتمشى إلا بتعسف. النوع الثالث ظاهر لكن الفائدة قليلة لا تكاد تستحسن. قال: مثل ترجمة باب السؤال عند رمي الجمار. نعم، وهذا القسم يعني مثلا باب السؤال عند رمي الجمار، قال بعض الشراح: طيب وش الفائدة؟ قال: الفائدة أنه يجوز السؤال العالم عند رمي الجمرات. طيب هل هذه فائدة خفية تحتاج إلى إبراز واستدلال عليها واستشهاد بالحديث؟ هكذا يبدو، لكن البخاري رحمه الله تعالى لما أتى به قال: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال الحافظ ابن حجر: مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم. عند رمي الجمرات العالم ماذا يفعل؟ يؤدي عبادة، يؤدي واجبا، يرمي الجمرات. قال: هذا لا يمنع من سؤاله ما لم يكن مستغرقا فيها، وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز. هذه فوائد. فقال: ترجمة البخاري تحقق هذه المعاني، واستدل لها بحديث ابن عمر. قال الحافظ ابن حجر: وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي، بل كان واقفا عندها فقط. وأجيب بأن المصنف عن البخاري كثيرا ما يتمسك بالعموم، فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه. واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ إلى آخره. فقال الإسماعيلي: لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب. ثم أجاب الحافظ ابن حجر عليه، والمقصود أن هذا ما زال شاغلا للشراح: لماذا ترجم البخاري بكذا؟ وهل فيه فائدة؟ وإذا كانت فائدة يعني بين قوسين ساذجة، هل يعتني بها البخاري ليفرد حديثاً ويصنع باباً ويترجم بمسألة؟ لا، هم أعمق علماً من هذا بكثير. فما مقصودهم من تلك الترجمة وما صلتها بالحديث؟ فاشتغلوا بذلك إمعاناً واستنباطاً، رحمة الله عليهم جميعاً. نعم. قال: وهذا القسم، قال: وهذا القسم أعني ما تظهر منه الفائدة يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، فيكون عدم استحسانه في بادئ الرأي لعدم الاطلاع على ذلك المعنى. سأتيك بمثال. نعم. فتارة، تارة يكون سببه الرد، الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه يقال: ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك، ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن صليتها أو ما صليت أو ما صليتها. يعني أكنت تعلم أن فقيها إماما جليلا من أئمة السلف وكبار التابعين كإبراهيم النخعي كان يكره أن يقول الرجل: لم نصلي، إذا كان يحكي عن حاله أنه فاتت الجماعة مثلا، لا تقول لم نصلي، كان يكره ذلك ويقول يصلي. هذه الكراهية هي نوع من الأدب في اللفظ والكلام، كان بعض السلف يرى ذلك ويأمر به ويوجه الناس عليه. فجاء البخاري فقال: باب يقال ما صلينا، هو رد بالدليل والاستنباط في على مخالف في مسألة لم تشتهر مقالته، لكنها بالرد لأنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك. فأتى البخاري رحمه الله بحديث الخندق: جاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. طب قال: والله ما صليتها، فلماذا تكره ذلك؟
فهذا نوع. إذا قصد البخاري من هذه الترجمة ردا، وهذا كثير في تراجم البخاري، رد على مذاهب بعض الفقهاء يقولون قولا يكونون فيه على رأي يخالف شيئا ثبت خلافه في السنة، فيرد بالحديث بعنوان في الترجمة على تلك المذاهب والأقوال التي يعارضها صحيح السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له، فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا إن لم يصح أن أحدا كرهه. وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي، مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة الرعية. وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى، وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة، فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعايا إدخالا له في باب العبادات والقربات، والله أعلم. إذن من الأسباب التي لا يطلع فيها على المعنى لخفائه ودقته فتأتي تراجم العلماء على الأحاديث، ثلاثة أسباب اختصرها المصنف. واحدة، أنها لا تستحسن الترجمة بادي الرأي، إما لأنه رد على مخالف لم تشتهر مقالته، فأنت تقول إيش معنى باب يقال ما صلينا، فلما تقرأ الشرح تفهم أنه رد على مقالة إن لم تكن تعلمها من قبل. سبب ثاني، رد لفعل اشتهر بين الناس لا أصل له، أنهم يتداولون مسألة أو حكما في صلاة في عبادة في طواف أو في نسك لا أصل له، فيأتي بالحديث ويترجم ردا على شيء لا أصل له. الثالث، اختصاص الواقعة بمعنى خفي مثل السواك بحضرة الرعية، وبين لك أنه ربما يبدو لبعض الناس عدم المناسبة، فأشار إلى أن ذلك مما لا يدخل في الخوارم المروءة أن يستاك بحضرة الرعية، بل هو إدخال لها في باب العبادات والقربات. نعم، أحسن الله إليكم. باب المسح على الخفين. طيب، وأيضا من الفوائد المتعلقة بهذين الحديثين قبل الانتقال لآخر حديثي مجلس الليلة إن شاء الله، حديث عائشة: دخل عبد الرحمن على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، قلت لكم إنه ليس فيه جملة نبوية إلا الثلاث الكلمات الأخيرة في الرفيق الأعلى، فلو أردنا تطبيقات أصولية فليس لنا إلا هذه الجملة، وقد شرح المصنف ما يتعلق بمعنى الرفيق وأن الأعلى هل هو وصف لازم أو هو على التخصيص والطلب والدعاء بأعلى المراتب التي طلب رسولنا صلى الله عليه وسلم الالتحاق بها. لكن حقيقة في هذا الحديث جملة من اللطائف والفوائد التي لا تخفى على كل قارئ للحديث، قولها في صدر الحديث: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على إيش لفظ الحديث؟ تقول دخل عبد الرحمن على النبي، عبد الرحمن أخوها، فين دخل؟ دخل بيت أخته عائشة، فهو دخل عليها ولا دخل على النبي؟ هو داخل بيت أخته، فما قالت دخل علي، قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته. فيه إجلال عجيب وأدب جم، وإلا فهو داخل بيت أخته، نعم هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لكن غيره ما دخل لعدم قدرته على الدخول، وهذا أخوها وهو محرمها والبيت بيت أخته. فهذا فيه تعبير يقطر أدبا وإجلالا وتعظيما من الصديقة عائشة رضي الله عنها. الحديث من أجل الشواهد، ولو قرأت ما بين السطور لا ازدادت عندك ما استقر في قلب كل مسلم سني ما يتعلق بفضائل ومناقب آل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، بدءا من أول أيام الإسلام،
ونصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودخول أبي بكر أول الداخلين في الإسلام، وتضحيته بماله ونفسه، وتفديته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله، الهجرة وما أعقبها، تزويجه لابنته عائشة إلى يوم الوفاة. فكما كان آل أبي بكر من أحاط برسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مبدأ الدعوة وأول الإسلام، كان آل أبي بكر آخر من يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغادر دنيانا هذه ملتحقا بالرفيق الأعلى. هذا القدر الجليل لآل أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، فيه ما ثبت في مناقبهم وما حفظه لهم رب العزة والجلال. في الحديث حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسواك، ومرت بك الأحاديث، لكن إلى أن يكون في الساعة التي تحتضر فيها روحه الشريفة صاعدة إلى باريها تقول تحب أن أخذه لك، فيشير برأسه النعم. هذه السنة العظيمة المحبوبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما موقعها في قلبك؟ حرصا عليها وبحثا واقتناء ومواظبة عليها. ثم تقول: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. الحرص والاهتمام بهذه السنة أيضا فيها معنى لطيف. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجمل ما يكون وأحسن ما يكون في هيئته ومنظره وسمته، وهو كما كان عليه الصلاة والسلام قدوة للأمة في العلم والعبادة والإيمان والعمل، كان قدوة في الهيئة والمنظر الحسن والعناية بسمته ولباسه وهيئته صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أوتي الجمال ليكون آسرا للناظرين وقدوة للأمة عليه الصلاة والسلام، كمل بذلك له جوانب المروءة والجمال. وهذا في حق أهل العلم والقدوات آكد ما يكون. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. اسمع حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول: ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى ساعة الاحتضار يستن، تقول: فما رأيت استن استنانا قط أحسن منه. يعني كان يعني في الحرص على العناية بالنظافة والجمال وكمال هيئته عليه الصلاة والسلام حتى آخر لحظة. قولها في آخر الحديث: مات بين حقنتي وذاقنتي، شدة القرب والدفء والمحبة والحفاوة منها برسول الله عليه الصلاة والسلام، وحق لها والله رضي الله عنها وأرضاها. فأف لمن يبغض أمة المؤمنين عائشة رضي الله عنها وينتقص من قدرها. مثل هؤلاء لم تنفتح آذانهم، فلن يقع في قلوبهم شيء من مناقبها ولا سيرتها العطرة ولا ما كتب الله عز وجل لها وخصها به من الشرف الذي اختص بها إلى آخر لحظات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يختلط ريقها بريقه الشريف وهي تناوله السواك، وقد قضمته وطيبته فدفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يؤكد أيضا حديثه في حديث أبي موسى، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، شدة العناية بالسواك والاعتناء به يؤكد الحرص الكبير على السنة التي خف شأنها للأسف عند كثير من أهل الإسلام اليوم. فلئن التمس العذر للعامة فطلبة العلم أحرى بأن يكونوا أولى بالعناية بها وبث هذه السنة وإشاعتها وتقريبها إلى الناس، وفقنا الله وإياكم لهداه. أحسن الله إليكم. قال الإمام المقدسي رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. نعم، الحديث ذكره المصنف باختصار ولفظه في الصحيحين. قال حذيفة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم. ما معنى سباطة؟
موضع الزبالة أكرمكم الله الذي تجتمع فيه القمائم، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال ادنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. زاد مسلم فمسح على خفيه، فلم يذكر البخاري هذه الزيادة فمسح على خفيه، وهي الشاهد في الباب. وقد جمع المصنف كما رأيت في الشرح بين الحديثين، كما جمع بين حديثي عائشة وأبي موسى رضي الله عنهما في آخر كتاب أو باب السواك. هنا أيضا في باب المسح على الخفين هما حديثان ختم بهما المصنف أو أوردهما المصنف مقتصرا عليهما في باب المسح على الخفين، ونحن نختم بهما مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. ولهذا قال مختصرا، يعني ليس بلفظ الحديث الذي أخرجه الشيخان بل بمعناه على سبيل الاختصار، ويريد به موضع الشاهد وهو المسح على الخفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين. لم يتطرق المصنف رحمه الله لترجمة المغيرة ابن شعبة كعادته في البدء بترجمة رواة الحديث. المغيرة أبو عبد الله وقيل أبو عيسى، المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر ثقفي ينتهي نسبه إلى عوف بن ثقيف، أسلم عام الخندق ثم جاء مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أول ما شهده غزوة الحديبية، نزل الكوفة ومات بها وهو أمير الكوفة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. كان المغيرة رضي الله عنه أحد أكابر الصحابة شأنا، وكان من أشدهم رأيا ووجاهة ومنزلة رضي الله عنهم جميعا. قص له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربه على سواك، قالوا هذه منقبة لا تعرف لغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لهدم بعض الأصنام، شهد اليمامة وأصيبت عينه يوم اليرموك. قال الشعبي: دهاة العرب أربعة، معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد. قال: فأما معاوية فللحلم والأناة، وأما عمرو فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. وقال الزهري: دهاة الناس في الفتنة خمسة، على تفاوت يعني في عدهم، قال عمرو ومعاوية وقيس بن سعد والمغيرة وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. فاتفقوا على أن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة من دهاة العرب، والمقصود بالدهاء شدة الذكاء مع حسن الجواب وسرعة البديهة والقدرة على التصرف واتخاذ القرار. ويذكر في شأنه رضي الله عنه وأرضاه يعني شيء عجيب من الحكمة والدهاء وحسن الرأي والقرار. قال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة بن شعبة، فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها كلها. يعني عنده من الدهاء والحيلة والذكاء ما لو احتاج إلى كل باب من الأبواب الثمانية أن يحسن له حيلة لا تتكرر لكان المغيرة قادرا على أن يصنع حيلة يخرج منها بباب. ومن اللطائف في ذلك قال المغيرة: ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب. قال: فإني خطبت امرأة منهم فأصغى إلي الغلام وقال: أيها الأمير لا خير لك فيها، إني رأيت رجلا يقبلها. قال: فانصرفت عنها، ثم بلغني أن ذاك الغلام تزوجها، فقلت له: ألست زعمت كيت وكيت؟ قال: بلى، ما كذبت، رأيت أباها يقبلها. فاحتال عليه ليصرفه عنها وانفرد بخطبتها فظفر بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين، وقد تكررت فيه الروايات. طيب، هذا أصل يا كرام، المسح على الخفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تواترت به الرواية، ومن أشهرها قال: ومن أشهرها رواية المغيرة التي هي في حديثنا في أول الباب. نعم. ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله البجلي بفتح الباء والجيم معا، وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. يقول الحافظ ابن حجر: صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم
وهو أبو القاسم بن منده رواة مسح المسح الخفين فجاوزوا 80 من الصحابة، فيهم 10 المبشرون بالجنة. وفي مسند ابن في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن قال حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين. ولذلك قال من أشهرها رواية المغيرة، أي رواية التي صدر بها الباب: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، مسح على خفيه. حديث المغيرة ذكر البزار أنه روي عنه نحو من نحو 60 طريقا فقط حديث المغيرة، فهذا دليل على تواتر هذا. أصبح المسح على الخفين ليس من مسائل الفقه بل من مسائل العقيدة عند أهل السنة، فيذكر في عقائدهم المسح على الخفين، لأنه أصبح علامة فارقة بينهم وبين بعض الفرق كالشيعة التي تنكر المسح على الخفين. فيقولون هذا جزء ثابت في الدين دلت عليه آية مائدة، إما على قراءة الكسوة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الخفض، أو على تأول قراءة النصب أيضا كما مر بكم وسيأتي إن شاء الله تعالى. فيقولون في الروايات صحيح المصنف اقتصر على حديثين، لكن هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي، وكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد المائدة. ايش علاقة هذا بسورة المائدة؟ يقول حديث جرير بعد المائدة، يقول لأن سورة المائدة حصل فيها الجدال، واغسلوا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا أرجل هذه مفتوحة معطوفة على الغسل فلا تدل على المسح، وإذا قلت امسحوا برؤوسكم وأرجلكم قالوا الجر هنا للمجاورة فلا يشمل المسح على الخفين. حصل فيها جدال في آية المائدة، من ينفي المسح على الخفين يتأول آية المائدة. فلما جاء حديث جرير وكان بعد نزول سورة المائدة كان ذلك آكد، ولهذا لما روى جرير حديث المسح سئل هل مسح قبل المائدة أو بعدها، فماذا قال جرير؟ قال وهل كان إسلامي إلا بعد نزول المائدة؟ يقول أنا أصلا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. فكونه يروي ما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على خفيه يصبح هذا قاطعا في أن هذا كان ثابتا، والمائدة لأن من آخر سور القرآن نزولا فلا يكون ما بعدها إلا محكما ثابتا في الشريعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى هذا الكلام أن آية المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين كان جواز المسح ثابتا من غير نسخ، وإن كان مسح الخفين متقدما كانت آية المائدة تقتضي خلاف ذلك فينسخ بها المسح. فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح. وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ إشارة منه بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه. فلما جاء حديث جرير مبينا للمسح بعد نزول المائدة زال الإشكال. وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة، وهو أصرح من رواية من روى عن جرير وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة. أصرح لأنه لما قال هل أسلمت ربما يكون أنه أسلم بعد نزول المائدة، لكنه يروي الحديث عن غيره ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح قبل ذلك. فبالتالي الرواية التي صرح فيها بالمسح على الخفين أصرح من مجرد التي يروي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد مسح، وإن كانت روايته صريحة في التأخر. نعم. قال: وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. نعم، حتى الطحاوي في عقيدته في المختصر يذكر مسألة المسح على الخفين، فأصبحت من مسائل الاعتقاد مع أنها قضية فقهية بحتة. قال ابن المنذر نقلا عن ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عند الصحابة اختلاف. قال: لأن كل من روى عنه إنكاره منهم فقد روي عنهم إثباته. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه الجواز مطلقا،
لأن ابن رشد أيضا في النهاية ذكر في المسح عن مالك ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا وهو قول جمهور الفقهاء، والجواز في السفر دون الحضر، والمنع مطلقا وهو الأشد، والأقاويل الثلاثة مروية أيضا عن مالك، والصحيح الثابت في مذهبه كسائر الفقهاء جواز ذلك مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. أي سفر؟ نعم، صرح في بعض الرواية أن هذا في غزوة تبوك، كما أخرج مالك وأحمد وأبو داود كان في غزوة تبوك، وأن الصلاة صلاة التي كان يتوضأ لها كانت صلاة الفجر، أنه كان في سفر فأهويت لأنزع خفيه وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر في غزوة تبوك. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دليل على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح، حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين، فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتضٍ للنزع. طيب، جاء الآن المغيرة، أنت تخيل المشهد، يخدم النبي عليه الصلاة والسلام مرافقا له في الغزوة، فلما جاء يتوضأ قال: أهويت لأنزع خفيه، يعني ليغسل رجليه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح. قالوا: فيفهم من ذلك أنه من أجل أنه لبسهما على طهارة جاز له أن يمسح، فلو لم يلبس الخف على طهارة ما جاز له المسح. فمن هنا قال: استدل به القائلون باشتراط الطهارة لجواز المسح، لأنه علل عدم نزعهما بماذا؟ قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: وذلك يقتضي أنه إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع ولا بد من غسل الرجلين. نعم. قال: وقد استدل بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح. بعضهم يقول: لا، لابد أن يغسل الرجلين ثم يلبس الخف في الأولى ثم في الثانية، لكن لو غسل اليمنى ثم لبس الخف وغسل اليسرى فلبس الخف لم يكن لابسا للخف على طهارة، لأن الطهارة متى تتم؟ بعد غسل الرجل الثانية، فلما لبس الخف الأول كانت الطهارة غير مكتملة. وخالف في ذلك داود الظاهري، قال: المراد من الطهارة الطهارة من النجاسة، بمعنى أن لا يكون على رجليه نجاسة حال اللبس، فيجوز له المسح ولو لم يلبس على طهارة. نعم. قال: وفي هذا الاستدلال. طيب، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هل تفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل الرجلين ثم لبس الخفين، أو يمكن أن تفهم أنه غسل الأولى فلبس الخف ثم غسل الثانية فلبس الخف؟ يعني ماذا تفهم من قوله أدخلتهما طاهرتين بعد تمام الوضوء؟ هل يحتمل أنه غسل اليمنى فلبس الخف ثم غسل اليسرى فلبس الخف فتكون طهارة كل قدم على حدة؟ طيب، في فرق بين قوله أدخلتهما طاهرتين وقوله أدخلتهما وهما طاهرتان. أي قوله أدخلتهما وهما طاهرتان أصرح في أنه لم يلبس الخفين إلا بعد تمام الطهارة. ما فائدة هذا؟ اشتراط الفقهاء أنه لا يصح المسح على الخفين إلا إذا لبسها على طهارة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في بعض روايات الحديث قال: فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، وسيعرج على هذا المصنف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف، أعني في دلالة. طيب، إذن قول الشافعي وأحمد لا بد أن يلبس الخف على طهارة ليجوز له المسح، يعني أنت الآن توضأت ثم لبست الخف، إذا أحدثت وأردت أن تتوضأ يجوز أن تمسح على الخف لأنك لبسته على طهارة، لكن لو لبست الخف من غير طهارة ثم جاء الوقت الذي تتوضأ وأردت أن تمسح فلا يجوز لك المسح عند الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري وبعض الشافعية والظاهرية يجوز له المسح والطهارة ليست شرطا. فالخلاف هنا، من اشترط الطهارة ما دليله؟ الحديث قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال داود الظاهري الطهارة هنا طهارة الرجلين من النجاسة وليست الطهارة بالوضوء. نعم. قال وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف، أعني في دلالته على حكم هذه المسألة، فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك، فإن الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. نعم، من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان فقد يتمسك برواية هذا القائل، من حيث إن قوله أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما، فقوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة. فكأنه قال أدخلت كل واحدة منهما والحال أنهما معا طاهرتان، فيكون هذا آكد، والدليل هنا أصرح من الدليل الذي قبله. وعلى كل حال، فالاستدلال بهذه الرواية كما يقول المصنف من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى أدخلتهما طاهرتين. نعم. قال وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى أدخلتهما طاهرتين. وعلى كل حال، فليس الاستدلال بذلك بالقوي جدا لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معا، اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه. طيب، عندك سقط. قال وعلى كل حال، فليس الاستدلال بذلك بالقوي جدا لاحتمال الوجه الآخر، بل لا فرق بين ذكر وهما وعدم ذكره، لأن طاهرتين حال سواء ذكر وهما أو لم يذكر، فإن صح الاستدلال مع إثبات اللفظة فليصح إسقاطهما في الروايتين معا. ثم تقول اللهم. قال اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندا لقول القائلين بعدم الجواز، أعني أن يكون المجموع هو المستند، فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز. نعم، هذه آخر مسألة أراد التنبيه عليها الشارح رحمه الله، أنك لو قلت أدخلتهما طاهرتين أو قلت أدخلتهما وهما طاهرتان وبين لك الفرق أن في واحدة من الروايتين وهي قوله وهما طاهرتان، وهي رواية الكشميهني في صحيح البخاري من حديث المغيرة، وهي لفظ سنن أبي داود، قال دعي الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. وكذا روى الشافعي في مسنده قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال نعم، إني أدخلتهما وهما طاهرتان. قال ومع ذلك فليس الاستدلال بالقوي جدا، لأن إضافة وهما مع كون طاهرتين حال لا فرق بين أن تأتي بالضمير هما أو لا تأتي به. يقول إلا إذا ضممت إلى هذا الدليل قرينة، ما هي؟ عدم تبعض الطهارة، اعتبار الطهارة جزءا واحدا، أن الطهارة لا تتبعض، فعندئذ تقول أدخلتهما وهما طاهرتان يعني بعد تمام الوضوء، لأنه لا توصف القدم بالطهارة إلا إذا تم الوضوء. فيقول هذا مع الحديث يمكن أن يكون قويا، مع أن اعتبار الطهارة لا تتبضع ليس له مستند أو دليل قوي يمكن التعويل عليه. فلهذا قال يكون هذا الدليل مع الحديث مستندا لمن يقول بعدم الجواز، يعني عدم جواز المسح إن لم يلبس الخف على طهارة، فيكون المجموع هو المستند. ما المجموع؟ الحديث مع قرينة أن الطهارة لا تتبعض. يقول فيكون الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل من القدمين، ويكون ذلك الدليل دالا على أن القدمين لا تطهر إلا بكمال الطهارة،
يعني ما تقول إذا غسلت اليمنى أنها طهرت، لا، أنا لا أحكم على الرجل اليمنى أنها طهرت إلا إذا انتهيت من الوضوء. ليش؟ قال لأن الطهارة لا تتبعض. أنا ما تتوضأ نصف وضوء تقول أنا طهرت يدي ووجهي وباقي رجلي، فهم الطهارة لا تتبعض. فيقول هذه الجزئية لو أضفتها إلى الدليل، نعم يمكن أن يكون هذا المجموع هو الدليل على حكم المسألة في عدم جواز المسح على الخفين إلا إذا لبس على طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدث البول، وفي حديث صفوان بن من أين جاء البول؟ نعم، قال فبال. وفي حديث حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال. في الرواية التي جاء فيها البيان: فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فقال: أدنه؟ فدنوت، فأهويت لينزع خفيه، قال: فتوضأ ومسح على خفيه. إذن كان المسح من الحدث الأصغر وهو البول. طيب، وبقية الأحداث؟ وفي حديث صفوان قال: وفي حديث صفوان بن عسال بالعين المهملة وتشديد السين ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه عن الجنابة. فمجموع الحديثين، حديث حذيفة المسح إذا كان الحدث عن بول، وحديث صفوان والغائط والنوم. ما حديث صفوان؟ قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا. الحديث فيه إضافة هنا وهي مدة المسح. قال: ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم. ما نخلع إيش؟ الخفين، يعني تتوضأ وامسح، ما تحتاج تخلع من غائط ولا بول ولا نوم. فما الذي زاد على حديث حذيفة؟ البول، النوم، والغائط. فاجتمع الحدث الأصغر بأنواعه: البول والغائط والنوم. بقيت الجنابة. قال: ولا نخلعهما إلا من جنابة. فمن كانت عليه جنابة لا بد من خلع خفيه للغسل في رفع الحدث الأكبر. ولهذا قال المصنف: وفي حديث صفوان ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه عن الجنابة. حديث صفوان صحح إسناده المحدثون كالخطابي وغيره، ولم يخرج البخاري رحمه الله شيئا يتعلق بتوقيت المسح، ولهذا ذكره الفقهاء من أحاديث أخرى، وقال مالك: يمسح ما لم يخلع من غير توقيت، فبنى هذا على مطلق النصوص التي جاء فيها المسح. ويبقى محل المسح، هل هو أعلى الخف أم أسفله؟ قيل: الواجب مسح أعلاه دون الأسفل، وهو قول العامة الفقهاء. وقيل: تمسح بطون الخفين وظهورهما أخذا بما جاء في بعض روايات حديث المغيرة قال: مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا عند أبي داود والترمذي وابن ماجة. وخرج أيضا أبو داود والدارقطني من حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فمن ثم لما اجتمعت الأدلة على ذلك قالوا بالخلاف. لماذا قال الجمهور المسح الأعلى وليس أسفل الخف ولا باطنة؟ لأن حديث المغيرة الذي استشهدوا به حديث معلول كما قال الترمذي، لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. قال: وسألت أبا زرعة ومحمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وبعض أهل العلم ذهب إلى الجمع بين الحديثين، فقال: حديث علي محمول على الوجوب مسح أعلى الخف، وحديث المغيرة مسح باطنه أو أسفله محمول على الاستحباب. قال ابن رشد: وهي طريقة حسنة. انتهى الحديث، وبه تم الباب وتم مجلسنا الليلة. آخر ما فيه من التطبيقات على حديث المغيرة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. من الفوائد المهمة أصوليا أن الحديث اشتمل على العلة في موضعين. قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما. أين الحكم؟ قال: أهويت لأنزع فقال: دعهما. أين الحكم؟ أمره بترك الخفين، دعهما.
هذا الأمر ما علته؟ لماذا منعه من نزع خفيه؟ قال فإني أدخلتهما طاهرتين. هل قال لأني؟ لو قال لأني لكان صريحا في التعليل، لكن قال فإني. من هنا قال الأصوليون هذا المسلك الثاني في الدرجة بعد التعليل الصريح، وهو الإيماء إلى العلة أو الإشارة إليها والتنبيه. ما وجه الإيماء؟ قال أنه يرتب جملة على جملة معقبا إياها بالفاء، يأتي بالحكم ثم يأتي بوصف عقبه بالفاء. دعهما، ليش؟ فإني أدخلتهما طاهرتين. فصار إبقاء الخف وعدم لزوم نزعه معللا بماذا؟ بكونه أدخلهما طاهرتين. طيب ثم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، انتهت الجملة. الجملة الثانية فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح. الحكم الآن هو المسح، وسبق بوصف وارتبط بعده بالفاء، إني أدخلتهما طاهرتين فمسح. إذن لماذا مسح؟ لأنه لبسها على طهارة. فصار هذا أيضا من المعاني التي يشار فيها إلى مسلك من مسالك التعليل غير الصريحة، غير الصريحة، لأنه ما استخدم لا للتعليل، لا من التعليل ولا من أجل ولا كي ولا إذن من الأدوات الصريحة، لكن ترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء، مسح بعدما قال فإني أدخلتهما طاهرتين، دل على أن هذا هو علة الحكم، وهي من المسالك المشهورة في التعليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.